السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن فهم القرآن من غير تفسير؟ لا، القرآن ما يفهم إلا بالتفاسير الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، فإن لم يوجد في السنة يفسر بقول الصحابة الذين تعلموا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا تفسيره من الرسول، فإن لم يوجد في كلام الصحابة فبكلام التابعين، لأنهم تلاميذ الصحابة، تلاميذ تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يفسر القرآن بالرأي، ما يفسر بالرأي والبديهة وما أشبه ذلك، هذا خطر.